بطال عقله ثاير مهموم في قوته حاير، زادت عليه المحنة والشرب والتخدير، طوالت الحالة به لعادة أقل ولا تدبير. اليوم نحكيه على المخدرات وسط الوسط التربوي، فما دراسة تقول يفهموا 78% من الشباب متاعنا اللي يقرأوا في وسط المعاهد يستهلكوا في المخدرات، شو رأيك في هذا؟ والله صحيحة هي الحكاية. أنا حسب معناتها خدمتي بجنب كوليج، شفت مش في المعاهد، كوليج طفل تبدا عمره 12 13 سنة بسيجاروه تحت الحيط، يشم في الكول تحت الحيط، علاش ما تجي تلوج؟ علاش ما تفهمش؟ ممكن خاطر الوالدين مهملينهم، ديما البو يخدم الام تخدم، الصغير يبقى في الشارع، هذاك شنو باش تعلم؟ موجود اكثر من لازم، اكثر من تصور وانت زياد، موجوده بكثره كبيره في المعاهد، خارج المعاهد، حتى في وسط الاقسام. حتى في وسط الاقسام موجود، فما مش بنسبه كبيره. صحيح يستهلكوا يعني في المخدرات وكل شيء موجود، لان ما ثماش مراقبه من الحكومه. يعني عادي حتى في الشارع تلقايت كيف فيها نورمال، ولت حاجه عاديه. كم مفزعه اكيد، اما ما نعرفش انا. كان نحكي على تجربتي الشخصيه، خدمت في اربع مؤسسات، منهم متوربل سور الكيف توا رادس، ومتفاجئ معناها خاطر ما لاحظش. بالنسبة للمؤسسات التربوية سواء كانت جامعية ولا ثانوية ولا حتى في البريمير، نورمال مورا وفما رقابة مشدة، رام المسؤولين على كما يقولوا نحن المدارس، فهمني ولا؟ أنا بسيفتي كوالي عندي أبنائي يقراو، بطبيعة الحال باش نخاف عليهم، خاطر لونتوراج بتاع المدارس وخاصة في الحومة الشعبية، فهمني ولا؟ أنتوراج خايب ياسر، تلقى المخدرات، تلقى الأقراص اللي هما الحرابش، معناتها بصراحة شيء يخوف برشا، وإحنا ماشي والوضعية ماشية وتتفاقم، ماشية وتكثر، وكأنه ما فماش حلول، كأنها معناتها السلطة بتاع البلاد والسلطة في التربية كأنهم هزوا يديهم وسلموا أمرهم لله، وهذا بطبيعة الحال غير معقول بالمرة. شيء مؤسف، وإذا سمعنا هذا فهمتي ثم نوعا من الأحباط. المعلم، أين المعلم؟ المعلم كاد أن يكون رسولا، المعلم هو اللي يربي، كيف تدخل له الأمور هذه في المؤسسة متاعه وهو مكتف يديه؟ ما شاهدتش حاجة، كيف حكم أنت تخدم في وسط الوسط التربوي وتخدم في المعهد معناتها؟ تخدم في المعهد وجامي تنجم تسمع حكايات، أما باش ريت عركة ولا سبب ولا واحد يروج ولا الحقيقة ما ريتش. الحديث موجود، الأرقام مفزعة، ولكن ربما البلايص اللي خدمت فيهم أنا ككالم ولا حاجة، ما هذا اللي نعرف الحقيقة. شفته بعيني، بقيت نخزر. أنا طفل عمره 13 12 سنة، المشاكل تنجم تخليه يتكيف ويشم كول ويعمل حاجات. مشيت سألته قلت له علاش تعمل هكايا، قال لي مدمر. قلت له شنو؟ 12 سنة مدمر؟ إيه والله، قال لي مدمر. سبحان الله، صغار من توي كيشكيو. ان شاء الله ربي يهديهم، ان شاء الله يا ربي تبقي الستر عليهم ويقراوا على رواحهم وسايب عليهم الثنية ذي. ممكن الصغير كي يشوف الكبار تتكيف ولا تشرب ولا اثر عليه غنايات ولا حاجات يتفرج فيها في افلام تخليه يعمل حاجات كيمنا هكا، مش في باله هو هكايا ولا كبير كي فخره كي يتكيف ولا كي يعمل هكايا. شفت انا لعيني، نقرا في الليسي، شفت برشا عبيد تستعمل في وسط الليسي ولا يدخل مستعمل؟ عادي يدخل مستعمل، يستعملها برا من الليسي، قدام الليسي، في وسط الليسي. شفنا معينين هم بيدينا، شفنا بالقديه زاد بالقديه، فما اخي وين تور تلقى في الليسيات برا في كور تلقى العبيد كيف زاتله تحاربش. اي سامحني، شكون قاعد يدخل فيهم هذوما؟ ما تلامذة تدخل فيها ولا شكون؟ تلامذة تدخل في جيبها يا اخي. المدير باش يقعد كل تلميذ يفركس له جيبه، ما ينجمش كل تلميذ باش يقعد كل تلميذ يركز معاه، والليسيات كبار، حتى برا الليسي يستهلك يدخل لك شيخ. اليوم نحكيو على الوساطة التلمذي معناتها في وسط المعاهد، شكون قاعد يدخل فيها المعاهد باش صغيراتنا يتكيفوا شيء هذا؟ فعاد يمشي يقرا يتكيف المخدرات. والله ما عنديش فكرة في الشيء هذا، كل واحد كيف يدخلها، يعني أصحاب هذا يجيبها يعطيها لهذا، هذا يعطيها لهذا، يعني توصل بطريقة سهلة.
أنا ما ثماش حاجة فيها صعوبة. أكيد سببهم مروجين، فما ناس تروج الأكثر من اللي يروج. إذا كان الناس هلو أكثر شكون يدخل فيهم للبلاد من أصله؟ كيفاش توصل الساعة هي باش تعدى حتى توصل للمعاهد ولا المعامل ولا الساحات ولا المفروض ما توصلش من أصله؟ يعني تجديد المراقبة. فما تبيع بكدية بكدية ومش واحد ومش اثنين، تلقى أكثر من اللازم اللي يبيع وأكثر من اللي يقرأ. والتلامذة يشري؟ يشري، ثم التلامذة تشري تلامذة اللي ولي ما عندوش فلوس باش يشري، ولي فوق التلامذة اللي مع اللي جاية معناها اللي طلع جدد يفوق لهم فلوسهم باش يمشوا يشروا. معناتها فما الفكة والنطرة باش يمشي يستهلك المخدرات. أعطيني فلوس أعطيني 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 باش يمشي ويستهلك، ما عندوش ولي يفك يضرب تلامذة، ساعات تلامذة مزرعين جدد يضربوهم يفوق لهم فلوسهم باش هو يمشي يستهلك. سامحني، ذي قاعد يصير في المعاهد نتاعنا. في المعاهد تصور وانت كل في المعاهد الكل، في الحوم الراقي ولا في الحوم الشعبي كل موجود. ثم غض طرف من الأستاذ، قد يكون هو الأستاذ بنفسه يبيع في المخدرات، يعني شكوك تترى أن برشا. لذا أرحموا المؤسسة التربوية، أنقذوها من هذا الوباء، أنقذوها يهديكم من هذا الوباء. أين الوزارة التي كانت سابقا ونحن فيها؟ أين الوزير السابق اللي كان نازل على المدرسين؟ فهمتني؟ المدرس يا أخي هو الأمانة، أمانة عنده التلاميذ، أمانة عنده. كيف تدخل المخدرات وتدخل أشياء أخرى وغيرها وغيرها وغيرها؟ صارت برشا مشاكل في الليسي على الحكاية هذه. أي قد تصير مشاكل، واحد مش في وعيه يعمل مشاكل قدام مرة تصير عركة، يجي مش في وعيه ويعمل عركة. صارت قبل؟ اي صارت برشا مرات مش مرة. انت اليوم متمين كي تبعث ولدك المعهد؟ والله بين الاطمئنان وبين الريبة، يعني انسان متخوف متخوف موجود. يعني هل المخدرات هذه قاعدة تتباع في أشكال عديدة؟ ثم ناس رغم باع متجولين يحوموا حول المؤسسات التربوية روا، والشباب تعرف سهل معناها استقطابه، وسهل معناها سرعان ما يزيغ الشاب. نحكي لك الصراحة مشني مطمئن، هذا أنا مريت بالمراحل هذه وشفت المدارس. بو أنا بو جينيراسيون اللي قبل ما كانتش عندنا الحكاية هذه، أما توا راهي كثرت بكيفية رهيبة. توا باش تبعث بنتك تقرا وولدك يقرا أكيد باش تخاف عليه. يلزم علاش توا الولي يوصل لولده حتىش الباب المدرسة وهو يخرج منه وهو يلقى الولي يستنى فيه؟ خاطر ما عاد حط شيء، معناتها يطمن. بالعكس نجم تصير اي حاجه، مخدرات حتى عمليه خطف، معناتها ما تستغرب حتى شيء. مجتمع كثر فيه الفساد بكيفيه رهيبه من جميع ما. وانا ديجا معناتها كفنان عالجت الموضوع هذا. بو انا نقرا معناتها نحكي على الشباب، عندي منهم مقطع نقول غريب في بلاده ويقاسي الهوال، حزين في عياده وما عنده مال، منعوط بالصباع والناس شامته فيه، مظلوم يا ناس الحباس مفتوحه عليه. تقرا ولا ما تقراش الخدمه ما تلقاهاش، كان العسى والمنداف هذاك العدل ولا بلاش. المراقبه وين امام المعهد؟ المراقبه نورمالمون فما عساسه، فما قايمين، ولكن اللي يسرق يغلب اللي حاي. المراقبه اذا كان باش تربطها بالمعهد فقط ما تنجمش تحدها، اما المفروض تكون من الحدود. المفروض أنا ما ادخل الجملة حاجات كما هذه. عايز مراقبة مشددة على المؤسسات التربوية. نتوجه إلى وزارة التربية أن تجعل المؤسسة التربوية خط أحمر على كل من تسول نفسه من مس بها وإفساد الشبيبة للأولاد نتاعنا. سياسة التهميش وسياسة البطالة ما تولد كان هكا، معناتها الإحباط واليأس. معناتها الشاب كي معناتها كيف يأيس من الحياة وتصير له عملية إحباط كبيرة، بطبيعة الحال باش يتيح للفساد، باش يتيح للشرب، باش يتيح للمخدرات، باش يشوفها هي كأنها وسيلة، كأنه ملجأ يتخبى وراه، باش
باش يهرب من الواقع المرير اللي قاعد يعيش فيه يومين في بلاد. وذاك علاش توا كثرة الحرقة، الناس تدفع في منين باش تحرق؟ اش معناتها الحرقة؟ الحرقة هي معناتها 70% موت. إنسان رامي روحه على المجهول. عندي زاد أغنية نقول فيها: السفينة تحطمت يا ناس شوفوا حل، الوليد مات راح ما عاد يطل، الأمواج عاملة بالعاني هاجت على اللي يخدم ويعاني، ونسات كلاب أنيابها تضر، آه يا بحر وعلاش بيناتو غدر. حاجة خايبة على الآخر، إن شاء الله ما عادش يعملوا كيكة جملة على خاطر ما عندها حتى فايدة.